نحبه احنا اليوم، نحبه في الانتخابات تاع 2024 الحكومة الخارجة وقتها والأحزاب الخارجية يقدموا للشعب التونسي أحسن النتائج الاقتصادية والاجتماعية. كان نلزم باش نراجعوا عدة قوانين، منهم الدستور، منهم الكود الإلكتورال، ومنهم عدة قوانين، مسألة الصرف، قانون المالية ونظرتنا لقانون المالية. قانون المالية لازم يكون قانون يشجع الاستثمار، الجباية لازم تكون جباية تشجع الاستثمار، يعني الفيسكاليتي دو كراسون، مش الفيسكاليتي تكون ريبريسيف. يلزم القطاع الغير المنظم، السيكتور انفورمال، ندخلوه في القطاع ويشارك معنا في الدولة الدموية، ويعطي حتى هو الجانب من مداخيله للدولة، نلقاه حل زاد الرؤية الدولة. والله إلى حد ما عنده الحق سي سمير المجهول، المشكلة موجودة من الدستور، لكن في نفس الوقت الدستور هذا تعمل لمرحلة انتقالية، والمراحل الانتقالية تسعى باش تمثل مختلف العائلات السياسية، مختلف الحساسيات، مختلف الجهات. بكل صراحة كان جاء عندنا سيستم ماجوريتير عن طول. راو النهضة ضربت 2011-2014 والنداء ضرب 2014-2019. On n'est pas sorti de l'auberge. النظام هذا ممكن نلقاو حاجة خير، ولا نرى أكثر من هذا، نجمو نعملوا انتخابات جهوية، وأنت شفت انتخابات جهوية يخذ لك مناطق معناها من شرق البلاد إلى غربها وانتيغراسيون، يعني قاصرين تكونوا مع سوسة باغ إكزومبل، الكيف مع تونس، باجا وغيره وجندوبة تكون مع بنزرت اللي هي تلقى فيها جامعات وسي اش يو ومطار وواجهة بحرية وغيره، ويقع لي في دونترينمون 14 منطقة منكوبة زادوا وضعهم ساء، يعني من بعد قلنا باش نعملوا معناها تمييز إيجابي اللي كما نجحناش فيه، نعملوا هذايا ونلقاو صيغة باش نضمنوا ما تكون ثم لي ماجوريتي إكرازونت بالمفهوم اللغوي الكلمة أغلبية الساحقة الماحقة، بل كذلك تلقى لي موان تاع بوليتيك، على خاطر اليوم ثم القبيل من الأقليات، وكما قال سمير المجهول عنده الحق في هذا، اليوم حتى حد ربح الانتخابات وحتى رجال الأعمال خسروا، كي يخسروا رجال الأعمال تخسر البلاد كلها. شكرا سفيان بن فرحات، هكا نوصلوا نهاية موعدنا الأسبوعي، نهاية أسبوع موفقة للجميع في لمن.